بسم الله، السلام عليكم. مش راكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن حال. اليوم جبت لكم اللحم مفور او المردوم، كل واحد كيفاش يسميه. فوالا، انا مانيش حنديرو مردوم، حنديرو مفور. بصح هذا هو مفور والمردوم كيف كيف. دوك هنايا شوفوا واش عندنا. اللحم مفور تاعنا عندنا كميه تاع لحم على حسب افراد العائله، واللحم لازم تكون هكذا، تكون غير اللحمه برك، تكون تاع العبره برك، علاه باش ما يذوبناش وباش يطيب لنا ليه. دوك هنا يشوفوا واش عندنا. لاصوص هنايا طفالي التليفون ما قدرتش نصورها لكم، سمعوا لي. بصح دوك نقول لكم واش حطيت فيها. لاصوص هنا حطيت 3 مغارف تاع خل، 4 مغارف تاع زيت، وحطيت نص مغرف صغيره تاع ملح، حطيت نص مغرف كبيره تاع طوماطيش مصبره اللي هي طوماطيش البطا. فوالا، وحطيت سنه تاع الثوم كيما كم شتوني، وحطيت لي زيبيس اللي هما راس الحانوت وكمون وحرور وكامل وزعتر، كاع واش كاين عندك لي زيبيس. فوالا، وحطيت وحطيت حبه بصل مغابيا. فوالا، وخلطتهم كامل كي شغل الدرسه تاع السردين، الدرسه اللي نديروها السردين. دوكا هنايا اللحم ثقبوه مليح مليح بالموس، علاه؟ باش تدخل فيه هذيك الدرسه، لخاطر لو كان نخلوه هكذاك الدرسه ما تدخلش فيه، تجينا صامت هكذا باش تدخل فيه كامل ديك الدرسه. دوكا هنا شوفوا بعد ما درنا له الدرسه كامل، دوكا هنايا تقدري تخليه يبات ليله، تقدري تخليه ساعه ولا ساعتين باش يزيد يشرب ديك الدرسه مليح. فوالا، انا ماشي حنخليه، ما كاش عندي الوقت، راح نحطو ديك تطيب. دوكا نروح نشوفو كيفاش نديرو يطيب. انا هنا حطيت القدره تغلي تاع الماء، نصفتها ما وحطيتها تغلي. فوالا، نجيب الالمنيوم ونجيب بابي كويسو، ما نحطوش بابي الالمنيوم وحده، لا خطر عليه الالمنيوم فيها يطلق واحد الماده مضره بالصحه، داك علاه لازم نديرو بابي كويسو، وما نحطوش بابي كويسو وحده هكذا باش لاصوص ما تروحلناش، لاصوص ديك اللي تخرج من اللحم ما تروحلناش، تبقى لنا. هنا القدره تاعي بدات تغلي، حطيتها هي الاولى. فوالا، نحط لها شويه خل باش ديك الماء اللي يغلي ما يكحلش القدره. دوكا هنايا نبداو نغمدو بالمرصو ولا بالزوج، ولا تغمديهم في خطره ولا كيما تحبي. فوالا، هنا حنوري لك زوج طرق، نوري لك نغمدوه بالمرصو كيما كي نغمدوه بثلاث مرصوات ربع مرصوات وكامل. دوكا نغمدو بالمرصو هكذا ونغمدو مليح باش ديك لاصوص ما تخرجلناش، اللي تخرج من اللحم ما تروحلناش، تبقى لنا هنا. فوالا، هكذا نغمدو مليح بالالمنيوم، والالمنيوم يزيد له السخانه، الالمنيوم يخليه يطيب، الالمنيوم يخليه يطيب، يزيد له السخانه، نلمو مليح، وما لازمش الالمنيوم يتقطع لنا باش ما يخرج تخرجناش ديك لاصوص. فوالا، وهكذا نزيد له هنايا ونحطوه يطيب المده تاعو 3 ساعات. 3 ساعات ما ترقبيش عليه على 3 ساعات. وشنو تبقاي تشوفي دائما القدره، تبقاي دائما تروحي للقدره تشوفيها، كي تلقاي خصها الماء زيدي لها. وشنو القدره نقصوا لها كاع واش كاين، نقصوا لها كاع التالي هكذا باش ما تنشف لناش من الماء، ونخلوه نغموه مليح، نغموه مليح من الفوق ونخلوه مده 3 ساعات. حدو 3 ساعات. فوالا، مام الا كان اللحم تاعك كبير 3 ساعات، 3 ساعات، لكن اللحم تاعك ما يطيبش ليه 3 ساعات. فوالا، ونغموه ونخلوه ونحطوا الماء يغلي على جه، وكل ما نلقاو القدره خصها الماء نزيدوا لها داك الماء المغلي، ما نزيدولهاش الماء البارد، نزيدوا لها داك الماء اللي كنا غليناه من قبل. فوالا، هكذا ونغمدوه مليح، غمدي وخلاص، المهم غمدي مليح، المهم لاصوص ما تخش. فوالا، هكذا فوالا، ديروا بالكم على القدره برك، القدره تبقاو دائما تشوفوها، كل خطره تشوفي القدره هكذا باش ما تنشفلكش. والمده تاعو 3 ساعات، 3 ساعات. الا حبيتي طيبيه مع الفطور طيبيه قبل ما تبداي كامل شغلك، حطيه وخليه يطيب في غلطو. كنتي راح طيبيه عند الحشاء بديه على العصر، حطيه وخليه ثاني نقصي له وخليه يطيب على غلطو، حسبي له المده تاعو 3 ساعات. دوك هنا تقدري تغمدي بزوج مرصوات، 3 مرصوات، 4 مرصوات كيما تحبي. فوالا، تقدري تغمديه كي خطره واحده. دوك انا هنايا هادو الصغار راح نغمدهم بالزوج، الكبار هادوك غمدت كل واحد كل مرصو وحده، هادو الكبار. فوالا، ودوك الصغار راح نغمد بالزوج. فوالا، بالزوج ولا بالثلاثه بالربعه كيما تحبي. دوك نحطوه حتى فوق فوق القدره. فوالا، نزيد نكمل هادو المرصوات اللي بقاو لي هكذا، نغمدوهم مليح. فوالا، من الاحسن يكون عندك كسكس كبير شويه، الكسكس هنا عندي صغير. فوالا، هذاك اللي ما داليش الكسكس، راني حطيت هذه على هذه، نورمالمون الكسكس يكون شويه كبير. فوالا، هنا راني غمدت ربعه هنا مع بعض، هنا راني غمدت ربعه مع بعض هنايا. فوالا، هكذا غموهم مليح، قلت لكم هذا المنيوم هو اللي يخليه يطيب. فوالا، ونخلوه مده 3 ساعات، وكل مره نشوفوا القدره. فوالا، هكذا نحطهم في الكسكس، والكسكس نغموه مليح، الكسكس ما لازمش تخرج منه السخانه، خلاص لازم الكسكس يتغمم مليح. فوالا، نغموه مليح الكسكس، نحطوا له بابي كويسو ولا بابي المنيوم هكذا باش ما تخرجلوش كامل السخانه، ونزيد نحطوا عليه بلاع من الفوق.
فوالا ونقصوا القدره كاع واش كاين ونخلوه. انا هنا شربته مع الروز، راح ندير الروز يغلي هنا. فوالا شوفوا هنايا بدا يطيب هنا معايا انا بعد ما فاتت هنايا ساعه. دوكا هنا شوفوا لخصها القدره الماء، مازال ما خصهاش الماء، خليها واني مغليه الماء وحطته على جه، خليها تزيد شويه ومن بعد نرجع ليها. دوك هاو ليكم شوفوا هنا وطاب معايا خلاص. انا دوك نحيه بعد ما فاتت 3 ساعات صاي. شوفوا ميم الانيميون تبدل اللون تاعو. دوك نحيه على هذو المرسولات اللي حطيناهم في ربعه مع بعض. دوك نحي هذا ونحن نوري لكم المرسول اللي وحده اسخون. دوك هنايا هاو ليكم اسخون معايا بزاف، ما قدرتش نشد الانيميون. واش طول الانيميون كيكون سخون راه يكون اكثر من النار، يكون سخون ياسر. فوالا يشد السخانه الالمنيوم داك، على قلت لكم هو اللي يطيبو. دوك انا هنايا نخليها تبرد ومن بعد نفتحها لكم، ما نقدرش نفتحها سخونه ياسر، خليها تبرد ومن بعد نفتحها لكم. دوك هاي ليكم بعد ما فتحناها. فوالا هاو ليكم شوفوا ديك لاصوص، ديك لاصوص اللي خرجت منه بقى ثم ما راحتش. شوفوا انا خليته حتى برد شويه هنا باش حليتو، خاطرش ما قدرتش للسخانه كان سخون بزاف. دوك نوريكم بالفرشيطه كيفاش طايب. شوفوا شحال طايب معانا، شوفوا عطيلو الوقت، خليه 3 ساعات، لازم لك 3 ساعات. فوالا دوك هنا نوريكم لاصوص اللي خرجت من اللحم تاعنا. شتو ما درنا لا ما لا والو، ما درنا والو. شوفوا غير ديك لاصوص برك اللي خرجت من اللحم، هاي ليكم. انا هذه لاصوص راح ندير بها الروز، على باش يجيني الروز تاعي بنين. دوك هنا بعد ما حطيته في الطبسي وكامل حطيته مع الروز، دوك هنا عندي هذه لاصوص تاع اللحم راح نحطها هنايا مع الروز باش تعطيني بنه للروز. فوالا انت تقدري تقدميه مع الخضره، تقدري تقدميه مع الفريت، تقدري تقدميه مع اي حاجه. انا قدمته هنا مع الروز خاطرش العائله تاعي يحبوا الروز، وهكذا بالروز يجي بزاف بنين. وهذيك لاصوص اللي قطرت من اللحم كامل حطيتها في الروز خلطتها مع الروز. فوالا ومن بعد هذه لاصوص تاع اللحم تاني تزيد بنه بزاف شابه للروز. فوالا هذا هو اللحم المفور تاعنا او المردوم، ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله تعجبكم الفكره تاعي، ونقول لكم شاهدكم في الجنه. وما تنساوش ديروا لايك وديروا ابوني لاول مره تدخل القناه. فوالا واني عاود طلعت لكم الفيديو تاع الروتين تاع العيد. فوالا الاول كومنتات لي وحده وقالت لي بلي ما كاش الصوره كاين غير الصوت. فوالا انا بعثت لكم دوكا، بعثت انا عاودت بعثت لكم دوكا. فوالا هكذا باش تشوفوا الافكار وباش نشارككم الافكار وكامل. ونسيت قلت لكم باللي البطانه ما قلت لكمش باللي لازم نديروا لها الملح قبل. البطانه انا اللي درت لها نص باطه تاع ملح قبل باش من بعد درتها في الكيس ورميتها، ما نرموهاش هكذاك باش ما البيئه تاعنا ما توسخش. فوالا نديروها قبل في الكيس البلاستيكي ومن بعد نرموها. والفيديو هذا كاني طلعت لكم بلا صوت سمحوا لي، حطيت فيه التكبيره ونحوها لي. فوالا ونقول لكم شاهدكم في الجنه، وسمحوا لي لا شاهدكم. مع السلامه.